بعد أن فشلت دول العدوان في تحقيق هدفها من العدوان وهو الوصول إلى صنعاء وفرض سلطة حاكمة على اليمن، وبعد أن أصبحت موازين القوى تميل لصالح اليمن على حساب دول العدوان، أدركوا أن استمرار العدوان واستمرار الحرب لم تعد في صالحهم، ولأول مرة منذ بداية العدوان وحتى اكتمال السنة السابعة لم يكونوا جادين حتى في أي هدنة. حتى عندما كان يتم الإعلان عن هدنة ويقبلوا بها كان من باب إيش؟ الشرعنة استمرار العدوان بحجة أننا لا نلتزم بالهدنة وأنهم مع السلامة. لأول مرة يطلبون هدنة، ولأول مرة يكونوا جادين إلى حد ما في الالتزام بهذه الهدنة، وخصوصاً بعد الضربة الأخيرة في جدة. اقتناعهم بعدم إمكانية الحسم وتحقيق الأهداف لم يقنعهم حتى الآن بتحقيق السلام، ولكن هدنة من أجل أن تستمر معاناة الشعب اليمني. وتحقيق النصر أيها الأخوة الكرام يعني رفع المعاناة عن كاهل هذا الشعب. الجميع يعاني نتيجة للعدوان، نتيجة للحصار، نتيجة لنهب دول العدوان لكل الثروات النفطية والغازية وتحكمهم بكل المنافذ البرية والبحرية وكذلك مياهنا الإقليمية، وهذه المعاناة ستستمر وقد تزيد سواء في ظل الحرب أو خلال مرحلة اللا سلم واللا حرب. وبالتالي أيها الأخوة الكرام الجميع معني بمواجهة هذا العدوان لأننا كلنا مستهدفون. حتى أولئك الذين يقفون إلى جانب العدوان هم أيضاً إيش؟ مستهدفين ويعانون أكثر من ما نعاني نحن نتيجة للإهانات التي يتلقونها من قبل دول العدوان. وللأمانة أيها الأخوة الكرام عندما نقيم وضعنا الداخلي نجد أنه للأسف الشديد لا زال الغالبية رغم أنهم ضد هذا العدوان لكن لا يؤدون دورهم الجهادي بشكل كامل فيما يتعلق بالتصدي للعدوان. غالبية أبناء الشعب هم غير راضين على هذا العدوان، لكن عندما نتحرك ونطلب من الجميع التفاعل للتصدي لهذا العدوان تلقى الكثير من الناس يقول لك يا أخي أنا ذا جاهد من أجل رزق أولادي، معه مزرعة معه محل وكودي بأهلي، لا أستطيع أني أفلت عملي ولا أستطيع أني أنفق في سبيل الله. لكن مع تشديد دول العدوان لحصارها على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية والغازية الكل تأثر بشكل أكبر مما كان عليه في السابق، صح ولا لا؟ أسعار المشتقات النفطية تضاعفت، وأنهم بيضطروا ندفع أضعاف مضاعفة لا جيب إيش دول العدوان ومن ثرواتنا النفطية والغازية، صح ولا لا؟ أيضا زد جاء الجذب والقحط وزادت معاناة الشعب اليمني.
وان الكثير اصبح ايش بيشكي وبيجي لا عندنا واحنا قد حالنا وقد كذا وقد كذا، صح ولا لا؟ لكن لو الجميع ادى دوره فيما يتعلق بمواجهه العدوان كان النصر قد تحقق منذ مده طويله، وكانت هذه المعاناه ارتفعت عن الشعب اليمني. اليوم من الله سبحانه وتعالى علينا هذه الايام بالامطار، وان شاء الله تستمر، وهذا خففت الاعباء على ابناء الشعب اليمني، صح ولا لا؟ لو نجي نحسب كم خففت، يعني كم الامطار خففت علينا فيما يتعلق بالمشتقات النفطيه على المزارعين، مليارات الريالات، صح ولا لا؟ هل بقى نتعلم ونقول يلا إذن ننفق ندي حق الله من أجل تستمر نعمة الأمطار؟ هذا هو التصرف الصحيح أيها الأخوة. أيضا عندما تقوم دول العدوان بتشديد الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية وندفع لهم لا جيوبهم، هي أموالنا أضعاف مضاعفة، هذا نهب واغتصاب وبندفعها مجبرين، ما نلوم حد، لكن المفترض بعد ذلك إن احنا نتحرك ايش كلنا للجبهات بالمال والرجال من أجل وقف هذا العدوان.